مساء الخير. ما أهمية الكتابة عن الأماكن؟ هل تشكل الكتابة عن مقهى ريش نافذة على تاريخ القاهرة القريب؟ وهل يمكن للرواية أن تكتب وتوثق التاريخ؟ وهل الحداثة تعني الانفصال عن المكان والجذور؟ أسئلة أطرحها على ضيفتي هذا الأسبوع الكاتبة والروائية الإماراتية ميسون صقر القاسمي. أهلا بكم. ميسون صقر القاسمي شاعرة وفنانة تشكيلية وروائية إماراتية، عملت سابقا في المجمع الثقافي في أبوظبي، ثم في مؤسسة الثقافة والفنون رئيسة لقسم الثقافة والفنون، كما عملت في وزارة الإعلام والثقافة الإماراتية مديرة للإدارة الثقافية. صدرت لها روايات ريحانة وفي فم لؤلؤة ومقهى ريش عين على مصر. لها إسهامات في الشعر والفن التشكيلي والأفلام القصيرة، فقد حصلت على جائزة لجنة التحكيم لأفلام الإمارات في أبوظبي، وشاركت في عدد من المهرجانات الخليجية والعربية، بالإضافة إلى مشاركات فنية وشعرية في العديد من المهرجانات العربية والدولية. حصلت ميسون صقر القاسمي على جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الأدب عام 2022 عن روايتها مقهى ريش عين على مصر، كما وصلت روايتها في فم لؤلؤة إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2017، وحصلت على جائزة كافافيس الدولية للشعر عام 2014. إذن أحييكم من جديد وأرحب بكم في هذه الحلقة من حديث العرب مع الشاعرة والفنانة التشكيلية والروائية الإماراتية ميسون صقر القاسمي، وأبدأ أولا بتهنئتك بالفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الآداب عن كتابك مقهى ريش عين على مصر. والسؤال الطبيعي في مثل هذه المناسبة، ماذا تعني لك هذه الجائزة؟ هذه الجائزة تعني لي الكثير جداً، خاصة أنها باسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات وبانيها ومثبت قواعدها في ضمن دول العالم. هي جائزة كبيرة تشرفت بوجودي فيها هذا العام مع نخبة من الكتاب من العالم العربي. نعم. وتمثل لي اني اول واحده في قسم في فرع الاداب اكون اماراتيه الاولى في هذا الفرع. تستاهلين هذا التكريم. طبعا جزء من حوارنا اليوم بيكون عن هذه التجربه. نعم. الكتابه عن مقهى في مصر وفي هذه المرحله، يعني صحيح. قلتي عن ريش نافذه تطل على مصر كلها، يعني لماذا اخترتي هذا المقهى تحديدا؟ طبعا هناك مقاهي مشهوره في القاهره مثل الفيشاوي، البوستة، الكتب خانه، غيرها الكثير، يعني لماذا ريش تحديدا؟ الصدف هو اللي اختارني، انا لم اختر، يعني كانت البدايه مع ثوره مصر عام 2019، حين ذهبت إلى هذا المقهى وتعرفت على صاحبي. 2011. إيه يعني قبلها بفترة، بس يعني كان تأثير. نعم. المقهى في ذلك الوقت بجمع كل المثقفين والفنانين والسياسيين داخل، فأنا ظليت أذهب. أنا ما أحب دخولي للمقاهي كثيرا، لكن ظللت أنظر إلى القاهرة من خلال نظرتي داخل المقهى. ففوجئت بأن صاحبه كان في القوات المسلحة، وأنه ضامم كثير من المحاربين القدامى داخل المقهى، وكثير من المحاضرات تتم داخله. فبدأت أقرأ عنه، وقرأت عن وجود يحيى حقي، نجيب محفوظ، طه حسين، أم كلثوم غنت فيه. فيعني كان مبهر بالنسبة لي أن يكون هذا المقهى الصغير في طلعة حرب يضم كل هذه النخبة المصرية في تلك الفترة. بعد ذلك طلعت على الوثائق التي لدي، كانت هذه الوثائق هي
صلة الوصل ما بين المقهى وتاريخ القاهرة منذ 1904 حين بيعت هذه المنطقة، وكان هذا قصراً للأمير محمد علي الصغير، وبدأ إنشاء هذا المقهى، واختلفت التواريخ والحكايات من بداية 1904. هل وجدتي يعني الحديث عن المقاهي الثقافية خاصة في بلدان مثل أوروبا مثل فرنسا مثلا تلعب دور في ربما إعطاء أو تضيف نكهة خاصة على الحراك الثقافي اليومي الطبيعي بعيدا عن المؤسسات الرسمية؟ هل المقهى الثقافي شكل رافد من روافد الثقافة في مصر من خلال شغلك على ريش؟ طبيعي صحيح، وخاصة في فترات محددة داخل المجتمع المصري. يعني في فترة ثورة 23 يوليو كان الجيل الستينات كله تمركز داخل هذا المقهى في بداية الثورة، وكان يعني متطلعا إلى الثورة وإلى تغيراتها وحضور هذا الجيل الستيني داخل المقاهي والأماكن العامة في مصر ليثبت وجوده داخل هذه الأماكن مستقلا عن النظام الحكومي الثقافي. يعني فكان هناك مركزين، المركز الحكومي مثل وزارة الثقافة ومركز مثل المقاهي والأتيلي والقهاوي، فرق بين المقاهي اللي هي مثل ريش وغيرها والقهاوي العادية الصغيرة. كانت هذه المنطقة كلها فيها هذا الزخم الثقافي موجود داخلها. هل كتب شيء عن ريش أو أمثاله يعني من المقاهي اللي تصنف ربما مقاهي ثقافية في مصر؟ أي طبعاً، ريش كتب عنه 183 أو 185 مقالة، لكن للأسف كلها أغلبها كان يكرر الجزء الثقافي فقط، لم يدخل إلى فكرة التاريخ والحراك الذي حدث داخله منذ نشأتي إلى اليوم. لم يتحدث عن فكرة البيع والشراء. نعم. ودخول يعني الجانب المصري في ملكية المقهى، هذا اللي أنا بدأت مع وجود الوثائق. جميل. يقول الروائي المعروف واسيني العرج عن مقهى ريش، يقول: إنك جعلت من مقهى ريش مطية إبداعية لاستحضار القاهرة كلها ومصر والحركات المقاومة للموت وانتصار الجمال على القبح والحب على الضغينة. لو يعني بناء على هذا النص لواسيني العرج، هل من أمثلة يعني عن استحضار الكتاب لكل ذلك؟ أي طبعا، أنا قسمت الكتاب إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول كان عن تاريخ القاهرة وتاريخ المقاهي، ثم الجزء الثاني كان عن الوثائق وعلاقة هذا الجزء الأول القاهرة بعلاقته بالمقهى عن طريق الوثائق. أما الجزء الثالث فكان عن الحياة الثقافية والسياسية والأدبية والفنية داخل المقهى، فكان هذا الجزء هو الذي يعني فتح لي أبواب السياسة وأبواب الفن وأبواب الثقافة من خلال أنشطة بعض الذين كانوا يحضرون فيه. جميل. أيضا يعني أحاول أستعرض معك بعض التعليقات على هذا العمل المختلف. مثل ما قلت، الناس توقع دائما روايات أو أعمال شعر، ثم فاجأتينا بريش. صديقنا المشترك الأديب الإماراتي المعروف محمد المر، نعم، عد الكتاب مقاربة تاريخية لمصر في العصر الحديث من بوابة المقهى. نعم. وأعيدك إلى ملاحظتي، أنت في الأصل الروائية، قبل الرواية كنت شاعرة يعني وأيضا فنانة تشكيلية، كيف كانت هذه التجربة؟ لأنه فيها جزء من كتابة التاريخ، أو هي كتابة تاريخ تقريبا. هو استغلال كل الوسائل لكتابة كتاب، سواء كان سياسي أو فكرة الرواية أو السرد بشكل عام، للدخول إلى مقهى صغير وكأني كما أقول دائما كأني طائر. كلما اقتربت إلى المقهى وجدت الحياة التي ترتبط بداخل المقهى، كلما ابتعدت وجدت المدينة التي ترتبط أيضا تغيراتها
مع تغيرات المقهى وتغيرات المقهى مع تغيرات الوضع الكامل داخل مدينة القاهرة. كيف استقبل كتابك في مصر؟ احتفاء شديد الحمد لله، كان يعني في بهجة كبيرة جدا واحتفاء، وكنت أنا كنت خائفة لأنه كان جزء إنه لماذا واحدة من الإمارات تكتب عن المقهى وعن تاريخ مصر في تلك الفترة اللي هي تعتبر فترة الحداثة في فترة القاهرة الباريسية أو الخديوية، في المباني، في الشوارع، في التماثيل، في الفنون، في الثقافة. فوجدت بالعكس احتفاء كبير، وأنا ابنة الثقافة المصرية أيضا يعني في إذا شئنا القول يعني، فبالعكس الناس احتفت به بشكل جيد الحمد لله. نعم، هناك تجارب مماثلة الآن يعني شبابية جديدة للكتابة عن أماكن ليس بالضرورة فقط المقاهي الثقافية، طبعا المقهى الثقافي لأنه تجربة مختلفة وجديدة وربما غير معتادة. نعم. بس من رصدك للحراك الثقافي في مصر، هل هناك يعني توجه للكتابة عن المكان بأي صيغة كانت، رواية أو توثيق؟ كان في نفس الفترة اللي أنا كتبت فيها ودخلت في جائزة الشيخ زايد، كان كتاب أو رواية طارق إمام عن ماكيت القاهرة، ويتكلم عن أيضا تاريخ هذه المنطقة وبشكل آخر طبعا. نعم، تعرفين أحيانا الرواية يعني بعض الأماكن في الرواية اللي تذكر أماكن حقيقية تأخذ شهرة كبيرة جدا. صحيح. والناس يذهبوا لها لأنه ظهرت في فيلم أو ظهرت في عمل رواية، مثل الفيشاوي مثلا. نعم. جميل. يقول أيضا، أعيدك إلى ما كتب واسين العرج، يقول: إن للرواية حقها في قول التاريخ انطلاقا من آلياتها الخاصة. سؤالي: هل مقهى ريش تاريخ أم رواية؟ وهل تتفقين مع واسين العرج في أن الرواية يحق لها أن تتحدث في التاريخ؟ صحيح، من حق الرواية أن تدخل وترى التاريخ المخفي الذي لا يذكر، كما قال واسين العرج، إلا بعين المنتصر، لكن هناك عيون أخرى ترى تفاصيل صغيرة قد لا يراها الذي يكتب التاريخ فيها. أنا كتبت المقهى من تحت مش من فوق، يعني لم أأتي كمحلقة ونزلت على المقهى، دخلت وتعرفت على الناس، تعرفت على تاريخ وقرأت وثائق، قابلت شخصيات كثيرة جلست علي، تابعته في فترات، يعني فترات الثورة مثلا، فترات ما قبل ذلك، فكان هذا جزء من يعني سردية أكبر بكثير من فكرة التاريخ الذي يحكي يعني من نقطة إلى نقطة فقط. تأكيدا لفكرتك، أيضا عندي نص لك تقولين: إن مقهى ريش هو التاريخ من أسفل. لو أيضا نفصل أكثر في مفهوم التاريخ من أسفل. بهذا المعنى أنك تدخل من لا تأتي كطائر تنزل عليه فقط وتراه من أعلى، لا تكتب التاريخ المنتصر أو المحكي أو المعروف، ولكنك تبحث في وثيقة صغيرة جدا يكتب فيها مثلا صاحب المقهى الأول، هو الثاني بس الأول الذي سمى ريش اللي هو الفرنسي، فكتب أنه يترك ويبيع المقهى مشاركا في الحرب، ذاهبا لبلده مشاركا. نعم. في الحرب، فتجد نفسك في تاريخ أكبر كثيرا بنقطة صغيرة داخل هذه الوثيقة. التاريخ لا يكتب هذه الأشياء أو يتقصى عنها، لا ينظر إلى فكرة الموثق فقط، ولكن ما وراء ذلك. نعم. هناك مثلا صاحب أحد أصحاب المقهى اسمه، كان يكتب رعية، هو يوناني رعية إنجليزي، فأنا بحثت عن فكرة لماذا هو رعية إنجليزية وهو أصلا يونانية الأصل يعني، فوجدت مثلا أنه كان تحت الرعاية، رعاية السلطنة العثمانية. العثمانية. نعم. ثم حين تركت السلطنة العثمانية وبدأت الإنجليز في الدخول إلى مصر، صار بدون رعية،
بدون حد يعني كأنه حماية مثلاً أو بين قوسين كفيل بالضبط. فهذه الأشياء التفاصيل الصغيرة قد لا يراها التاريخ شيء كبير، لكنها في الرواية أو في السرد العام أو في حكاية مقهى هي أشياء صغيرة لكنها عميقة جدا. المنيو تبع المقهى فنجد مثلاً أن المقهى حين تجد أول واحد إلى آخر واحد تجد كيف تطورت الاقتصاد في مصر، كيف تغير الجنيه والقرش والمليم والتعامل فيه، فأصبح هناك تاريخ آخر موازي لتاريخ المقهى. وكان سهل الحصول على هذا المنيو القديم؟ إيه نعم، أنا حطيته حتى في الكتاب يعني. نعم. ففيه أشياء بسيطة جدا تجد أنك أنت في تغيرات اقتصادية وسياسية وثقافية من خلال وثيقة واحدة. نعم. صغيرة. صحيح. تقولين الروايات هي أرشيف الحياة الواقعية ممزوجا بالحلم والشغف. صحيح، شغف المعرفة، الشغف الذي تبحث فيه عن هذه التفاصيل الصغيرة. والحلم خيال الكاتب؟ خياله طبعا، الذي يضيف إليه جدا يعني. في حين تجد أن أم كلثوم غنت في هذا المقهى تتوقع وتحلم كيف كانت لبسها، كيف جاءت، كيف هذه الأحلام هي التي تحقق الوصل ما بين الواقع والتاريخ. في رأيك لماذا غنت أم كلثوم هناك؟ يعني هل وقتها كان هو المكان المشهور المميز؟ هل كان يتسع لي مثل أم كلثوم أم لأنها كانت في بدايتها؟ أولاً هو لم يكن هذا المقهى فقط، ولكنه كان يتسع إلى الميدان. هذه أيضاً من الأحلام اللي الواحد تحققت بعد ذلك حين بحث في الأوراق. أنا كلنا كنا نقول كيف تغني أم كلثوم في مقهى صغير؟ نعم صحيح. لكن مع البحث والوثائق والقراءات الكثيرة وجدت أنه كان يصل إلى ميدان طلعت حرب سليمان باشا أيامها. نعم. في هذه المسافة الكبيرة كان هناك مسرحاً غنت عليها أم كلثوم، كما غنت في مناطق أخرى مثل حديقة الأزبكية في تلك الفترة، كانت في بداياتها وغنت في أكثر من مكان، منها حديقة الأزبكية ومنها مقهى ريش. جميل جميل. مقهى ريش، هل للإنسان العادي مساحة في مقهى ريش أم اختص فقط بالنخب الثقافية والسياسية؟ لا كان فيه طبعا موجودين يعني غير، لكن كان صاحب المقهى الأخير اللي هو الأستاذ مجدي عبد الملك كان ينتخب منهم حتى لا يعني يظل اسم مقهى ريش بشكل أكثر مع المثقفين. يريد أن يخرجه من دائرة النخبوية يمكن؟ لا كان يقترب إلى النخبة، يرسخ مفهوم يرسخ النخبة. لو أنا لا أريد أن أحرجك بهذا السؤال، بس أنا وأنت تتحدثين عن مقهى ريش ومثيلاته في مصر، لو أرادت ميسون صقر أن تكتب عن مكان، لن أقول فقط مقهى، مكان في الإمارات أو في الخليج، هل في مكان يخطر في بالك الآن؟ كتبت في ريحانة أول بدايات الرواية عن الحصن القديم في الشارقة، وهناك كثير من الأماكن، المجمع الثقافي اللي اشتغلت فيه في أبوظبي، الحصن أنا بعد اشتغلت في حصن أبوظبي فترة طويلة من الزمن، تقريبا 3-4 شهور قبل أن أنتقل إلى المجمع. هذه أماكن لابد أن يكتب عنها الشخص يعني الذي دخلها وعرف مفاصلها ولها تاريخ من قبل، تدخل فتسمع أصوات الآخرين وأصوات التاريخ، ولكنك وأنت جديد داخلها تنظر إليها بنظرة أخرى مختلفة. نعم. تقولين أيضا نحن نقول أن مقهى ريش هو سيرة مكان، وأنت تقولين المكان لا يمكن أن ينفصل عن الإنسان خاصة في الزمن الأول. أي طبعا، لأن هذا مكانه وسكنه وهدوء نفسه فيه، لا ينفصل المكان عن وجود التنفس الإنساني داخله. أي مكان يشبه الآخر إلا وجود الشخص هو الذي يغير فيه. لولا الوثائق، لولا التاريخ، لولا جلوس المثقفين داخل مقهى ريش ما كان أصبح بهذه الزخم. نعم. كيف جت الفكرة؟ يعني مثلا ما فكرتي أنه مثلا هذه تجربة هذا المكان ممكن تكون جزء من عمل روائي؟ يعني كيف فكرتي أن يكتب بهذه الصيغة؟ ككتابة روائية ما أظن يعني صرفه فقط أنه هو بيكون في الظل، لن يكون هو في الأساس،
بيكون الإنساني هو الموجود، يعني الشخصيات هي الأساس، لكن المكان بصفة فقط وجود هكذا لن يكون رواية كاملة. نعم. لكن في فكرة السرد الكامل ما بين ربط التاريخ بالسياسة بالثقافة بالحكائي، وكانت الحكائية هي أهم المظلة الأساسية لكل هذا. جميل. بأعيدك إلى في فم لؤلؤة. نعم. روايتك الشهيرة تقولين، أو عفوا يقول نبيل عبد الفتاح، الدكتور نبيل عبد الفتاح قال عن هذه الرواية في فم لؤلؤة: هي لإحياء الذاكرة الجمعية وعمل لمواجهة النسيان. هل فعلا تسعين لمواجهة النسيان؟ صحيح. ولماذا؟ صحيح، لنذكر، لنتذكر، حتى لا ننسى، لا ننسى تاريخنا، تاريخ الصيد، أصوات الشعر الشعبي، وجود اللؤلؤة اللي هي لؤلؤة الإنسان، كل إنسان منا لديه لؤلؤة داخله، كيف نستخرجها من داخلنا؟ لابد أن نتذكر كيف تعبنا، كما تعب الصياد الأول وغاص إلى العمق حتى يستخرجها ويطلعها. النموذج لابد أن نحتذي به. هل دائماً الكتابة الإبداعية لابد أن يكون فيها امتداد للماضي، أو لابد أن تكون عن الماضي؟ لا طبعا، يعني لكننا نستند عليه فقط كما نستند على أشياء أخرى كثيرة. قلتي من ضمن مقولاتك: الحداثة تضمن للعالم الدخول إلى واقع آخر يجمعنا مع غيرنا. طبعا بعض نقاد الحداثة يرون أن من سمات الحداثة الانفصال عن المكان وعن الجذور، وأن الحداثة خصوصا المتأخرة ما يسمى ما بعد الحداثة تنتج النسيان بل تشجع على التناسي. ما رأيك؟ لا أظن أن احنا في وقت نحتاج إلى التناسي، بالعكس إلى التذكر. ولا نستطيع أن ندخل إلا بخصوصيتنا الخاصة حتى نستطيع أن يكون لنا مكانا في الحداثة. لا 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 يمكن أن هو مش لبس ألبسه وغيره وأدخل إلى الحداثة. أدخل بقيمي وحداثتي الخاصة بي أولا ثم أدخل بها. هل ريش بالنسبة لك مكان أم زمان بالمعنى الفلسفي؟ مكان أو زمان؟ أو زمان يعني فلسفياً، يعني لأنه تاريخ شيء قديم. أظن أنه زمان، ولكن المكان يذكرك بهذا الزمان. بزماننا أو بزمان مضى؟ زمان مضى. نعم. هل سنرى، طبعاً أسئلتي متسارعة ولكن لضيق الوقت، هل سنرى ميسون صقر القاسمي أكثر متواجدة في الفعاليات في الإمارات في الخليج؟ التفاعل لا يعني فقط التواجد، ولكن الكتابة تفاعل، الحضور الكتابي تفاعل، الآراء التي يعني تقدم هي تفاعل أيضا. فالتفاعل لا يعني مجرد الوجود الجسد. نعم. نعم، لكن يعني واضح من كتبك، من مقالاتك، من إنتاجك، تأثير التجربة المصرية على شخصيتك، على كتابتك في هذا الكتاب، لكن قبل في فم لؤلؤة وريحانة وبعض الكتب الأخرى كان الحنين إلى الماضي الخليجي أكتب عنه أيضا. ما في حد ينفصل تماما عن مكانه، يظل داخلك، ولا بد أن تمزج ما بين تجربتك الحياتية وتجربتك الكتابية. إذا انفصلت بالكامل لن أكون ميسون صقر، وإذا استمريت فقط في الحنين إلى الماضي أو في الدخول إلى ضيق الثقافة والوعي والإبداع متسع، يعني واسع كثير، يعطيك قدرة على أنك أنت تكون بنفسك، مش يعني مجرد جزء منك. نعم.
كيف تشوفين حراك الثقافي بشكل عام في الإمارات في الخليج يعني في السنوات القليلة أنا الماضية؟ أنا يعني كما تحدثنا عنه من قبل يعني أنا متفاجئة كثيراً بالأنشطة والإنتاج والجوائز والانفتاح العالمي والعربي داخل منطقة الخليج بشكل عام، من خلال الكتب، من خلال المتاحف، من خلال الفعاليات، المعارض الكتب. هناك يعني زخم كبير يعني يذكرنا بجيل سابق لنا كان له كل هذه الأشياء في مناطق أخرى وكنا نحلم بها، اليوم هي عندنا. هل المثقف العربي من خارج الخليج يعني بحكم لقاءاتك وأحيانا يعني تجربتك خارج الإمارات خارج الخليج، هل ينظر لهذا الحراك أنه حراك ثقافي أصيل، أم كما البعض يعني يتهم دائما الخليج أنه فقط يصرف الأموال لمجرد الدعاية؟ أقصد هل هناك قناعة بأن هناك فعلا حراك خليجي، حراك ثقافي في الخليج؟ هناك حراك، لكن كل منا ينظر إليه بعين عين المحب أو عين الكاره، عين المقتنع أو عين المتشكك، لكننا نسير إلى الأمام وننظر إلى الهدف بدون أن ننظر إلى أن نستمع إلى هذه الأشياء كلها. نعم. أنا أتصور أن احنا قد أنجزنا مكانة في الثقافة الحمد لله، هناك كتاب وهناك مثقفين وروائيين وروائيات وهناك أنشطة يأتون إلينا ويشاركون فيها كما نحن نذهب إليهم ونشارك معهم. جميل جميل. مشروع ميسون صقر القاسمي القادم؟ ما زلت لا أعرف، بس أحن إلى الشعر هذه الفترة. نعم. طيب، أزف الوقت للأسف. شكرا جزيلا الشاعرة والفنانة التشكيلية والروائية الإماراتية ميسون صقر القاسمي، أشكر قبولك دعوتنا في حديث العرب. أشكرك. كما أشكر مشاهدي ومستمعي حديث العرب على هذه المتابعة. يتجدد اللقاء بكم الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء. شكرا جزيلا.